انت كفرت بالمعقول؟ طلعت غير نتسارى ونسيت راسي. عجبني المنظر ديال البابور وهو خارج من البحر من المرصى بحال فوق السطح ديال شي باطيمه كتعوم فوق الماء. منظر واش من منظر! والناس الناس فرحانه كتشير، خصوصا هذوك اللي مسافرين. انا راه الفرحه ديالهم هي اللي نساتني، حيت عمري في حياتي ما شفت الناس فرحانه بهذا الشكل. المهم تقفرت بالمعقول، عندك يكونوا غاديين بعاد وكلهم مشغولين، حتى واحد ما مسالي ليا، وانا طلبت غير نص نهار من الخدمه باش نمشي فيه للمحكمه. اخر مره كيسمحوا لي الخدمه باش نمنك. عرفتي هاد المره ملي وريت استدعاء للشاف ديكيب خنزر لك فيا واحد خنزيره بحال الى الخدمه ديال بواه، هو مقرد اكثر مني. قال لي هاد المره بنت الناس لا جاتك شي استدعاء ما بقاش تجيبها لي انا لهنا، ديال الباترول الكبير. وهز كتافو وزاد، وحتى انايا بسلت بالمعقول. واه 20 عام وانا طالعه هابطه للمحكمه، ولكن انا راه مشيت للمحكمه لقيتها مازال ما حلات. قلت راه نمشي نتسارى شي شويه بدم ما حلات، زعما ندور شي دوره. انا هكذا كنتسارى حتى لقيت راسي قدام المرسى. العجب تزدت في هاد المدينه وكبرت فيها وعشت فيها، وعمري في حياتي ما يسحب لي باللي فيها المرسى. ورات البحر اللي فيها عمري ما شفته. اول مره كنت سمعت به ملي غرق ولد جارتنا مصطفى، ياك عرفتوه. سمعت الوالده كتبكي والجيران كيبكيو، سولت الوالده مالها، قالت لي حياني بنيتي ولا الحليمه غرق. غرق فين؟ غرق في البحر. فين في البحر؟ هنا بحر، البحر راه الدار البيضاء فيها شي بحر. وفين جا؟ وعلاش حنا ما كنشوفوش؟ ملي خدمت في الوزين وليت كنشوفو، ولكن غير من بعيد، مرة هكذا من دجاج ديال الطوبيس، شي حاجة هكذا ما هي بيضاء ما زرقاء، ما شي حاجة مضببة وخلاص. عمري ما شفت هاد الزروقية حتى اليوم. وانا غارقة فيها حتى الودنين. غادي نلقى بعدا ما نعاود لصحاباتي في الخدمة. عرفتوا فين دوزت هاد النهار؟ والله ما غاتثقوا بيا. فوق واحد الببور، واحد الببور، واحد الببور، واحد بركة رقي بركة من الكدو. تي طلعي الببور، تي تمشي في الببور، والله العظيم ما حبسك حد. لا لقيته واقف، طلعت ما سولني حد فين غادية. الناس مشغولة كتناقش لك في لي زافير، ما كاين غير انا عطيتك هاد المارشي تعطيني هاد المارشي، وداك العام عطيتك جوج مارشيات وهاد العام سديتي عليا، وهاد المارشي مال المارشي المارشي مال ها. ايه عندك الحق، وانا امتى غنعاود لصحاباتي هاد الشيء؟ ببور بحال هذا ظاهر ما راجع لا اليوم لا غدا. المهم تقفرت بالمعقول في بلاصة ما نقرد بحالي بحال الناس قدام الباب ديال المحكمة تتحل. هاد المزغوب ديال راسي قال لي سيري دوري شي دورة. الدورة فين وصلتني؟ البابور قلع وانا حالة في امي، بحال شي بهيمة. ولكن راه بابور واش من بابور؟ بابور واش من بابور؟ اش من مجازات؟ واش من فيترينات؟ واش من قيصريات؟ واش من ريستورات؟ واش من صالونات؟ واش من بيسينات؟ واش من... والناس الناس كيف لابسة؟ والعيالات لابسين لك شي قفاطن الفتحة حتى ال... لا تل هنا تل هنا تل هنا. والرجال اش من كوستيمات؟ واش من سموكينغات؟ واش من شابوات؟ واش من سيجارات؟ والله ما تقولي لا غادي لشي سهره في المريخ، وتا هما ما كاينش اللي يحبسني.
ما كاينش اللي حس بيا، ما كاينش اللي قال لي على لا 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 فين غادا مدرمه نزلي راه ماشي بلاصتك هذه. كانوا يشوفوا لا يطلوا على الشراوط اللي لابسه ويبان ليهم باللي راني طلعت بالغلط لهذا الببور وينبهوني، معلوم خاصهم ينبهوني. ولكن شان نقول لكم راه والو والو ما كاينش على من تعول في هاد البلاد والو. مهمتي جابني نطلع شي ببور، جابني ندوز جهة المرسى. هاللي باقي يطلع الببورات، هاللي باقي يدوز جهة المرسى، هاللي باقي تعاودي هول. اش شو اش 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 وي اش 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 انا والمشكل بلا ما تنيرفي. وحده وحده راف بحال هاد المواقف فين خاص بنادم يحضر البال. شاشا شاشا شنو هو المشكل؟ شنو هو المشكل؟ المشكل الاول هو 20 عام ديال الخدمه مشات، المشكل الثاني هو الفاميلا كلهم معولين عليا، حتى واحد ما خدام ولا كيضرب فيها الضربه. امي با خوتي بربعه عمتي اللي مات ليها الراجل ولادها تا هما بسته كلشي معول عليا، حتى واحد فيهم ما كيضرب الضربه، حتى واحد ما اش 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 تا دابا راه باقي الحال. الا مشيتي عند مول الشاشه مول شي ولا القبطان كيف سمعتهم كيقولوا ليه واش شرحتي ليه وقلتي ليه السي القبطان انا طلعت لهاد الببور بالغلط ما يمكنش يخليك هنا؟ عندك الحق، الله يرحم لك الوالدين، اللهم نوصل معطله ولا ما نوصل شيء، نسمع شويه ديال المعيور وشويه ديال السبان ونحني راسي ونمشي للميكينه ديالي. الخدمه هي الاولى. وزيدون انا راه من غير النهارات اللي كنمشي فيهم للمحكمه، عمري ما بطلت، عمري ما تعطلت، عمري ما مرضت، عمري ما منقت، عمري ما مت. كنفيق مع الخمسة ديال الصباح باش حتى واحد ما يحل عليا فمه. شحال هذه في الساعه الله يرحم والديك؟ 8:30 مخيره من داك الشيء رفع 9:30 10:30 11 كاع نكون في المحكمة ومع الجوج كيف العادة هاني قدام أمي كينتي في خديمتي أنا الأولى. ها كيف دازت الجلسة في المحكمة؟ مخيرة من داك الشيء فلوس؟ إيه عطاوني الفلوس، معلوم عطاوني، عطاوني 6 ديال المليون. صافي هذا ما كان 20 عام وانتي طالعه هابطه للمحكمه على 6 المليون، وكون كنتي تبيعي على الببوش في باب عمر كون راك ربحتي احسن منها. لا لا راه كنضحك معاكم، عطاوني 60 مليون باش نسد الخدامات فمهم وبحال حتى حاجه ما وقعت ونمنك كاع المحكمه ماشي مشكل، المهم هو الخدمه ما نجيش حتى الاخر ونخسر كلشي. انا في الحقيقه ما خصني نخسر حتى مع واحد، ندوز السيرفيسي بخير وعلى خير وندوز مع الطريق. ها هادشي لا بغى الشيفور ديال هاد البابور ولا ما بغاش الا ما هش فيا راسو كاع شنو خصني ندير؟ شنو خصني ندير؟ عرفتي الخوا اش خصك ديري؟ خصك تمشي شي دابا عند الرئيس تقول له ستوب دومي تور تو دو سويت. وي انا نمشي عند الرئيس ونقول له تيت سويت دومي تور واش تسطيت يا واش انا هو خدام عند با؟ لا 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 ما نقدرش نمشي، غنمشي نتخزى اجل هنا. عرفتي لا حصلوك سالت راه ما يوصلوك عند البوليس حتى يمرمدوك. اول حاجه غادي يقول لك هذاك القبطان ملي يوقفوك قدامه جابك لالا تطلعي على هذا البابور الفوضى في البلاد
ما بقيتوش هاي كتحشموها فين طالع؟ لا لا سيدي ما حبسني حد، ما دوى معايا حد، لقيت البابور واقف وطلعت، ما حبسني حتى شي حد، وزيدون حتى انا بغيت نتسارى شويه بحال هاد خوتي هاد بغيت نتسارى بحالهم. خوتك هادو دابا بانوا لك خوتك؟ الله ينعل لي ما يحشم خوتك هادو. بريزيدون ديال البنك الفلان فلاني خوك؟ تشرفين سيدي متشرفين. والبريزيدون ديال البنك الاخر الفلان فلاني خوك؟ تشرفين سيدي متشرفين. والبريزيدون ديال الوفيس فلان فلاني خوك؟ تشرفين سيدي متشرفين. والبرلماني فلان فلاني خوك؟ متشرفين سيدي متشرفين. ورئيس اولمبيك قلعه صراغنا خوك؟ تشرفين سيدي تشرفين. والوزير الفلان فلاني خوك؟ داك القصير الصلع اللي مشى خويا والله الا خويا والله خويا. تشرفين سيدي تشرفين. والوزير المنتدب لدى الوزير 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 خوك؟ تشرفين سيدي. ولكن سيدي هذا خو الفلان فلانيين كلهم شافوني طالعه وما حبسونيش. ما حبسوكش؟ مالو معساسه عند بواك؟ فين طالعه؟ طالعه للطوبيس ها؟ ويمكن ينويو شي حاجه اخرى. خاونه ولا سارقه ولا قاتله راجلك وخربانه ولا دايره شي مصيبه وباغا تسلي ولا باغا تحرقي ولا هزه شي قنبله وباغا ت ها واش شفتي القبطان ديال هاد البابور ولا ما شفتيه شي؟ شفتو طويل وعينيه ما زرقين ما خضرين مخلوضين بزاف. لا القبطان ديال هاد البابور امريكاني امريكاني اول امريكان دخلوا جاوا لهنا امريكان جاوا شحال ومن الامريكان يقول لي من شحال هادي قولها لي حنا امريكان كنتفاهموا معاه مزيان نقدر نتفاهم معاه انا ياك امريكان ملي كيحصلوا شي واحد سال دخل البابور اش كيديروا ليه ياك كيديو معاهم ياك كي ها كيدوزو في التلفزيون ها واش اش كيديروا ليه الا كان راسو سخون عليه كيلوحوه في البحر ملي كيعاود يطلع الراس عاود كيغرقو في البحر وملي كيعاود يهز الراس كيعاود يغرقو في البحر يبقاو يتفرجوا عليه حتى يغرق على خاطره كيلوحوه في البحر واش جاب لينا كاع نمشي لعندو علاش ما نمشيش نقلب على شي بلايصه مظلمه ونتخزن فيها حتى نشوف هاد البيعه والشريه كيف غادي تدوز مشيت ما عندي علاش مشيت دانينا عند القبطان اجي لهنا هنا كيفاش تبقى هنا؟ واش خرج لك العقل؟ ها؟ والخدمة؟ أمك؟ وباك؟ وخوتك؟ لمن غتخلي هذاك الكراكشة ديال الناس؟ ها؟ واش ما تعرفيش تسكتي شي شوية؟ ها؟ ما تعرفيش شوية تسدي في أمك وتخليني غير نفكر؟ من الصباح وانت هي عليا ديري هادي سيري عند الرئيس سيري عند القبطان سيري ها العار إلا ما سكتي خليني غير نفكر نشوف اشنو خصني ندير مصيبة يا ربي يا سيدي حصلة هادي واش من حصلة عمري ما حصلت بحال هاد الحصلة الله يا سيدي يا ربي شنو هاد واش شنو ناوية ديري ما عرفت ما نقدر لا نمشي لا نرجع هادي هي اللي كيسميوها حريرة طليتها والمصيبة هي الفاميلة كلها غادي تضيع كلشي غادي يتوضر ما غاديش يعرفوني كاع فين مشيت غادي يخرجوا للزناقي ويبقاو يدوروا فاميلة كلها غادا تضيع كلها غادا توضر انا براسي راني موضره دابا نيت موضره
فاميلا؟ هذيك تايا فاميلا ويقول لواحد عندي فاميلا. أتوضر نيت تموت نيت فاميلا 12 مدكوكين في بيت واحد عايشين عيش القهرة عيش الكلاب فاميلا مالا بناني ولا بن شقرون ولا بن جلون ولا بن 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 ولا بن بن هبشون يبقاو بن هبشون تيموتوا بن هبشون فاميلا الله يا سيدي يا ربي انا قاع مقد على هذه المشاكل كلها انا غا واحد المراه درويشه مولفه واحد النظام سهل وعاجبني وموالمني وخدامه وعاجباني خدمتي ايه عاجباني خدمتي ما غنقولش لكم بلي خدامه شي خدمه واعره ولكن راه هاد الخدمه والله ما دبرت عليها حتى شفت وجهي في كفايه حيت انا ما قارياش ما قارياش اش فيها ماشي ما قارياش ما قارياش قب لا كنقرقم شي شويه كنشوش شي شويه كنزعج شي شويه كنقرقم شي شويه معلوم وراني دوزت لك الجامع ولدك ودوزت الابتدائي واربع سنين ديال الثانوي في الجامع في الجامع كان عندنا واحد الفقيه عجيب غريب عمري ما شفت بحاله كنا احنا كنفرشوا في الشمس ونجلسوا فوق واحد الحصيره هو كيجلس لك مضلل مع راسه مفرش تحت واحد الحيط مضلل وكيعطيها للشخير وحنا كيبقاو مخاخنا كيدوبوا تحت الشمس واول حاجه كيدير ملي كيحل عينيه كيهز لك واحد المصويطه شكون يوم جالس على اليسر ما كانش كيحمل اليسر الدم تسنانه هو اليسر وباش نكونوا كلنا جالسين على اليمن كنبقاو نتناقزو وفي الاخر كنلقى راسي بوحدي جالسه في اليسر وكينزل عليا حصلتك الكافره بالله ياك وصيتكم حتى واحد ما يجلس في اليسر ياك قريتكم ان اصحاب اليساري جهنم وحتى انا ما عرفتش علاش ديما جالسه في اليسر خارج عليا من الصغر واحد النهار خليت لك با الفقيه حتى نعس وانا نسرق ليه السريره ديالو بقى كنعقل عليه عقلو بغى يخرج مسكين اوليداتي فين درتو السريره ديال عمكم حمزه اوليداتي ردوا السريرة ديال عمكم الفقيه وتقول شي حد واش نطق هو يعطيها للمعيور يا ولاد الحرام يا ولاد ابليس رجعوا لي رزقي الزريعة الناقصة يا عفاريت سيدنا سليمان الله يتبعكم البلا وبقى علينا بالعصا 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 من ذاك النهار ما عاود طليت على الجامع هاد خوتنا ساكتين تهدى الامور وكل واحد يشد بلاصتو ونقلب ليا تانا على شي بلاصه معزوله في هاد الببور ونجلس فيها ما عندي ما ندير ما تعرف يكون هاد الببور نيت غادي للميريكان ميريكان اولا اش كنسمع سعيده في الميريكان سعيده في الميريكان
دخلت عليك بالله سعيدة في الميريكان هذيك الجيهانة آه سيدي هذيك الجرتينة آه سيدي حتى هي مشات للميريكان آه سيدي هانت شوف التصويرة اللي صيفطت الفاميلة ديالها ها باخ 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 وكترقعات ها وزيانت ها ما بقاتش زرقة بياضت هاي 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 على الشعر كيتسرح ما بقاش مفورج ها شوف لك بنت العريانة الكسوة اللي لابسة والمكياج اللي طالية هوي 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 وتشتي لي البسطة شحال مدكوك هوي 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 انت شفتي على البسطة ما شفتي شي تشاكل اللي صيفطات لوالديها اه شراو الطلامط ولا تعدم الكوزينة داروا الباب ديال الحديد اه ولدك ولاش الباب ديال الحديد راه ولاو عندهم واحد الربعة ولا خمسة ديال الطباصل ديال الطوس جابوهم من تطوان واش دير الفول كيعطي الله غير اللي ما عنده مالك معدو دراس حسدتوني اعطاني الله غادر الميريكان الله اعطاني الله سبحان الله بنادم كيحسدك تاع الحلم سبحان الله ملي كنكونوا صغار وحنا عزيزين علينا الفلوس انا بقى كنعقل ملي كنت صغيره صغير كنت ديما كنمشي للروضه وكنجلس حدا مرزقه الطلابه غير كتشوفني وكتعطيني 10 دريال هكاك بياسه صفراء كنت عزيزة عليها مسكينة حيت ما كانوا عندها أولاد وحتى أنا كانوا عزاز عليا الفلوس واحد النهار ما جاتش مرزاقة طلابة وأنا نشد لك بلاصتها دبرت لك على طارو ديال الكوفيتير مصدي وقصدت لك باب المقبرة وجلست شكون يعاون هاد المسكينة الله عاونوا هاد اليتيمة الله والدي ماتوا بغيت نمشي لقادير عند عمي بلغوا هاد اليتيمة لقادير الله يبلغكم المقصود النهار الاول بقيت لك في الناس اللي داز كيعطيني شي بركة او اللي ما عندوش كيطلق دميعة ولا زوج وكيزيد مع الطريق مع الناس قلوبها فايضة اكثر من القياس وكبدتها هشيشة اكثر من القياس دغيا كنبقى فيهم أعجبني الحالة النهار الأول صورت لك 100 ريال شريت واحد الكيلو ديال الشريحة وقصدت لك المحلبة عرقتها ودخلت لك للدار أوليت لك كل صباح كنحتي لك على الطارو ديال الكوفيتير المصدي وكنقصد لك باب المقبرة ودوزت لك واحد الصيف واحد صيف أمبرعة من المقبرة لعند مول المحلابة كان عرقها لك عصير وحلوة وكان دخل للدار حتى ولاو كيشكوا فيا ولاو لك عندي شي حناك بحال ديال الغياط ولا الوليد كل صباح كيقول الوالدة تقول لي هذيك العفريتة تاع بنتك فين كتضل كل صباح كتخرج تقول لي فين كتمشي فين ضايعة فين كتقول لي راه مسكينة كتخرج تلعب وتقول لي كيدير هاد اللعب ديال طارو ديال الكوفيتير مصدي وظهرها الطفلة غتخرج مصنقعة بحال ما مع الوالد جالس ما عنده ما يدار كيلقى مناسبة ويبقى ينقر على الوالدة واحد النهار انا جالسه هكذا في الروضه مع راسي مشغوله خدامه على راسي في الطلبه ما مسالياش مشغوله كان بكي لك الناس
وكنطيب ليهم قلوبهم وكنخوي ليهم جيابهم. شكون يعاون هاد المسكينة؟ الله عاونوا هاد اليتيمة الله. والديا ماتوا ضربهم كامل وطحنهم ما لقاو ما يجمعوا فيهم. انا هكذا جالسه خدامه مع راسي مشغوله، ويجي واحد الراجل مورايا ويقول لي تقولي لقا بنيتي من غير امك وباك عندك شخوتو؟ لا سيدي ماتوا اداهم التوفيس والجدري. الله اكبر. سيكينة 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 سيكينة. ومن غير خوتك عندك شعمام؟ لا سيدي تاهما ماتوا مشاو في الفيضان ديال الوريكة. الله أكبر الله أكبر. سيكينة سيكينة سيكينة. قولي يا بنيتي ومن غير عمامك عندك خوالات؟ لا سيدي طاحوا في قادوس ملي طاح ديك الشتاء يسحبوها واحد الضايه بغاو يقطعوها ويسرطوا من قادوس. الله اكبر. سيكينه سيكينه سيكينه. اجيت ندور نشوف شكون هذا اللي قهرني بالسيكينه السيكينه السيكينه، وانا نلقى الوليد. وداك الشيء اللي كليت داك النهار من عصا، داك الشيء اللي كليت داك النهار من عصا عمري ما ننساه في حياتي. وعلقني لك واحد التعليقه الكوميسيريه ما بقاوش يعلقوها. دلاني في البير حتى بكى عليا الدرب كامل. امشي نشوف هاد خوتنا فين وصلوا، ما نبقاش عنعاود لكم في التبرويل وننسى راسي. ظاهرين تا هما يا مشغولين مسالينش. غنمشي نقلب على الكوزينه فين جات باش نعتق الروح. ما عرفت كاع هاد الصفر شحال غادي يدوم. ادار هاد الصفره ما غتساليش بخير وعلى خير. ومشات لك شي شهر ولا زوج وحنا يلاه في النهار الاول. اش غادي ندير؟ مشيت مشيت ياك غير انا. غير انا وانا بعدا شكون افهاد الكون؟ ياك غير انا وانا بعدا شكون افهاد الكون؟ ياك غير انا وانا بعدا شكون افهاد الكون؟ ياك غير انا وانا بعدا شكون افهاد الكون؟ انا هي لا لا والو رفض الاحكام هبالو. انا هي لا لا والو رفض الاحكام هبالو. عمر طيلة يا انا نا نا من مثلي ما تكون من مثلي ما تكون. وياك غير انا وانا بعدا شكون افهاد الكون؟ ياك غير انا وانا بعدا شكون افهاد الكون؟ فهمت للدنيا العيبة وعقدت الصلح مع الخيبة. فهمت للدنيا العيبة وعقدت الصلح مع الخيبة وبلعت الطرف المغبون الطرف المغبون. وياك غير انا وانا بعدا شكون في هذا الكون؟ ياك غير انا وانا بعدا شكون في هذا الكون؟ على راسي غسلت يديا ما خايفه همي يجيني او زمان يجور عليا. ايوه على راسي غسلت يديا ما خايفه همي يجيني او زمان يجور عليا. حاشا نتبدل ونخون نتبدل ونخون. حاشا نتبدل ونخون نتبدل ونخون. وياك غير انا وانا بعدا شكون افهاد الكون؟ ياك غير انا وانا بعدا شكون افهاد الكون؟
كبرت لك الله يعطيك الصحة. دبرت لك على حويجات بحال ديالهم. شنو؟ سرقتهم؟ اه سرقتهم. واش فيها؟ نبقى لابسة انا دوك الشرا وتحطي في قوبية؟ كمارة زرقة بحال ديالي دغيا يفيقوا بها. وبدا يقول لك كدير خيطنا هنا وسط منا. بعدو عليه ضبط تلصق فينا شي امراض ولا ميكروبات. بعدو هذوك الفقراء راه عاملين بالامراض والميكروبات. بعد ليه؟ لا ماشي تما. واحد القادوس هنايا. لوح الزمر لوح وجر لاشاص وكب جبيد. لوح. هكذا بعدا يحساب ليهم غير خدامه هنا في هذا البابور كنسربي. واتساريت لك بعدا شويه. لا تساريت نيت. طلعت لك لواحد الصالون. واحد الصالون ولقيتهم غاهما قاع الكبار ديال هاد البلاد مجموعين بولادهم بعيالاتهم بصحابهم بصحاباتهم بولادهم بكلابهم. أويل اش كيديروا هنا مكاصين؟ ها خاوين لك البيروات والوزارات وغادين يتبرعوا في الميريكان. أوليك ما غادي يسمحوا فينا. ناري ويسمحوا فينا ناري ويسمحوا فينا. بحق انا هنا تابعهم. وعرفت شكون اللي كيسر بيهم؟ ونصارى سيدي والميريكان هما اللي كيسر بيو خوتنا. ما كاين غير سربي 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 سربي. والله الا سمعت واحد كيقول لواحد صاحبه واقف حداه قال لي انا هاد الاسبوع غادي نمشي نوصل بنتي لامريكا ونرجع بحال غادي على المحمديه. الاخر قال لي انا دبرت على واحد الهمزه شي بيع وشري تسهل فيها الله وغادي مسلتها وما تعرف هذوك الجيعانين شي نهار ينوضوا لينا. راه لا مشاو هذوك الجيعانين ينوضوا لينا راه لا حنا لا ولادنا لا فلوسنا. واحد الغليظ عنده واحد الكرش واحد القرفاضة نازلة منه الشحمة السيجار قال لي سوني أنا اللي مخدمهم في البقازات وفي الفيرمات وفي الشركات والوزينات شتي هذوك الحشرات نهار ينوضوا لنا دوك الجيعانين نهار ينوضوا ما كيبقاو يحشموا من حد ما كيبقاو يخافوا من حد ما كيبقاو يسمعوا لحد نهار يفيقوا بينا الكبده ديالك يهزوها كياكلوها قدامك وانت كتشوف هذاك الهيشر. اواه حنا الهيشر. عمري في حياتي ما سمعت شي حد كيتكلم علينا بحال هكذا. قلت لا 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 ما يمكنش يكونوا كيدويو علينا هكذا. لا حنا عزاز عليهم. معلوم عزاز عليهم وكيقولوها لينا كاع في التلفزيون. كيقولنا حنا غادي نصلحوا لكم البلاد وحنا محنين عليكم ودايرين لكم بزاف ديال البرامج وكيتحاموا علينا واحد مورا واحد دايزين واحد مورا واحد واحد. حنا راكم عزاز علينا وكنصلحوا البلاد وكيخطبوا كيخطبوا 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 كيخطبوا. واننا وسوف بزاف ديال سوف ولكن وحتى حنا سنرى العالم القروي مدن صفيح الماء الصالح للشرب الديمقراطية حقوق الإنسان حقوق المرأة وإننا عطلة للجميع وبطالة للجميع وزروطة للجميع. تم دروس للجميع. مالكم؟ احنا قرينا لكم البلاد كاملة
تولى كل شيء عنده الشواهد وكل شيء ولا دكاتره واقفين عاكيت قهوه قدام البرلمان كاع عندهم ما يديروا. قلت لا 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 ما يمكنش يكونوا هما هادو كيتكلموا علينا بحال هكذا. لا راه انا عارفه فاهمه حدب مع الببور وكويسات والضواخه وبنادم شويه كيسان زايده والببور كيميل وبنادم كيدوخ وكيبدا يرد في الهضره هكا شويه زايده. لا 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 حنا عارفه حنا عارفين باللي حنا عزاز عليهم عزاز عليهم بزاف بزاف وتكلابهم تكلابهم تا هما بالطوابل ديالهم وبالماكله ديالهم وبالموسيقى ديالهم. انا شفت داك الخير قدام كلابهم وضرني الجوع حسيت بيه كيحفر لي المعده بحال الا ما كليتش شي شهر. واحد شويه قربت من حدا من حدا واحد طبلة ناض واحد شيباني وشيبانية ناضوا يشطحوا هكا يشطحوا مع راسهم. قلت انا هذه هي المناسبة باش نسرق باش نعتق الروح. يلا انا غادا هكا يلا هكا ردت راسي غادي غنمسح الطابلة ويفيق بيا الشيباني وتم جاي عندي قود انا نقول صافي يا سعيدة صافي يا سعيدة حصلت يا سعيدة مشيت يا سعيدة حصلت يا سعيدة مشيت يا سعيدة. واحد شي مع ديك الخلعة والترعيدة اللي ولات ليا بديت كنشير لديك الشيبانية اللي حدا بحال هكا زعما كنعرف عرفتو الشيبانية شنو دار تمجي عندي قوت ويتحنا بكل أداء وقال لي يا بوحت الصوت مخرشش سيدتي وانا تناول ندير بحاله سيدتي احنا هنا بحال الا مسافرين في شي حلم ها نعم بحال الا مسافرين في هذا البابور في شي حلم حلم واش مازال عندك شي حلم باغا تحققيه لا سيدي قلت ليه انا شحال هادي ساليت من الحلم من شحال هادي ما بقيتش كنحلم هنيت راسي ويقول دمك خفيف يا مدام دمك خفيف كتعرفي تعودي النكات ها تعرفي الشيطانة تعودي النكات انا مثلا كنحلم نشري جزيرة